القوات الأوكرانية تسابق الزمن للتدريب لما تعتبره ربيعا صعبا قادما. تتوقع قيادة الجيش الأوكراني أن تشتد وطأة المعارك خلال الأشهر القادمة مع الروس. إطلاق الرصاص الرشاش في الهواء بينما القوات تتدرب عبر اقتحام المباني المهجورة. بعض هذه التدريبات كانت في مدينة بريبيات، إحدى المدن الهادئة المتروكة منذ كارثة تشيرنوبيل النووية سنة 1986. تسعى استراتيجية الجيش الأوكراني لتدريب القوات على استعمال الأسلحة الغربية الثقيلة المضادة للطائرات بدون طيار، والتي ألحقت أضرارا جسيمة في البنية التحتية الأوكرانية. وترى قيادة الجيش الأوكراني أن المرحلة القادمة ستتركز على الدبابات. هذا يعني أنهم سيحتاجون لدعم غربي جديد بدبابات حديثة تعوض دبابات T-72 التي أكل عليها الدهر وشرب.